بس هم حافظين تاريخ. معكم وليد عبود بتجربة جديدة على شاشة جديدة تلفزيون عرب 2030. بهالتجربة الجديدة ما رح تشوفوني ولا رح تشوفوا ضيف الدكتور طلال أبو غزالي بالحقيقة، بل رح تشوفونا بالعالم الافتراضي أباتار بواسطة تقنيات الميتافيرس. تابعونا بهالحلقة تتشاركونا بتدشين مرحلة جديدة بعالم الإعلام، تتشاركونا بتدشين المستقبل، لأن الميتافيرس هو المستقبل اليوم. البداية مع ريبورتاج عن الدكتور أبو غزالة. طلال أبو غزالة هو المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية المنتشرة في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع، بالإضافة إلى منحه لقب قائد المحاسبة العربية، وله فضل كبير في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية. على مر السنين نجح أبو غزالة في إنشاء شراكة وثيقة مع منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، عينته الأمم المتحدة نائبا لرئيس الاتفاق العالمي، ولاحقا عينته رئيسا للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وأصبح أبو غزالة مرجعا في الاقتصاد العالمي لخبرته الكبيرة وتواضعه العظيمة. ضيفنا فلسطيني الهوية، أردني الجنسية، لبناني الهوى، عربي الانتماء، وهو اسم على مسمى. فطلال يعني الأرض الندية المرتفعة المعطاءة، وهو في سيرته كلها أرض خصبة تعطي بلا حساب. حرف الطاء في اسمه يختزن أسرار الطاقة الإنسانية، أما حرف الميم الذي لا يمت بصلة إلى الاسم فيرافقه في كل مفاصل حياته، متميز في عمله، متألق في أدائه، محبوب في مجتمعه، مستثمر محترف في نعمة المعاناة، وقصة صعوده من القعر إلى القمة مثيرة ومشوقة، وهو مختلف ومتفوق ومعلم وملهم. أشهر ثائر وأغرب شهير، ولد في رحم فلسطين وكبر في حضن لبنان الذي عبر إليه وهو في عمر 10 سنوات، لكن العابر للحدود سرعان ما تحول إلى عابر للقلوب، وخرق عواصم العالم قاطبة بمملكة لا تغيب عن مؤسساتها الشمس. ومملكته هذه لديها سفارات حول العالم، والمفارقة أن المتربع على عرشها لا يملك حسابا مصرفيا باسمه ويتقاضى راتبا شهريا كأي موظف. الرجل المؤسس والقابض على مجموعة أبو غزالي، مكتبه الأول كان في صندوق سيارته، فيما الاجتماعات مع موظفي شركته كان يعقدها على الرصيف. يشكر الفقر ويحب خصمه، يعشق الموسيقى ويتسلح بإرادة لا تهزم، يخلق من الضعف قوة ويسبق غيره في الابتكار، وفوق كل ذلك يحلم بالعودة إلى فلسطين. الرجل الذي بات أحد حكماء العرب في العصر الحديث، الرقم 1 يرافقه في كل مفاصل حياته تماما كمرافقة حرف الميم له، الأول في الدراسة، الأول في الابتكار والعمل،
ودائما دائما في المقدمة، واسمه أهم من كل الألقاب، الدكتور طلال أبو غزالي، صاحب أغرب وأكبر قصة نجاح ملهمة ومستمرة. أهلا بك ضيفا، منه تتعلم الأجيال وبه تقتدي. تحياتي دكتور أبو غزالي. وليد بك، أنا عاجز عن الشكر على هذا التقديم الذي لا أستحقه، ولكنه من خلقك الكريم. يعني بدك تسمح لي أنه قليل ما بكتب مقدمات هيك، بس وقت اللي قرأت سيرتك وقرأت نضالك ما قدرنا إلا ما تكون هالكتاب، وبرأيي ما بتعبر عن كل المسيرة المميزة يلي عندك إياها. وأنا صادقا أقول أني تابعتك وأتابعك بإعجاب، وأعرف قديش أنت حريص ومتحفظ فيما تقوله، فلذلك قولك فيه شرف كبير. شكرا لك دكتور أبو غزالي. سأبدأ معك بالمسيرة الحياتية لأنها مهمة، لبل هي اسمح لي أن أقول إنها شبه ملحمة، وهذه الملحمة تبدأ بقصة الترحيل من فلسطين إلى لبنان عندما كان عمرك 10 سنوات. هل ما زالت رحلة الترحيل حية في ذاكرتك؟ نعم، أنا أسمع في أذني بصورة مستمرة نداء يقول: يا أيها السكان، غادروا لسلامة العمليات الحربية. وكان ذلك وأنا في يافا على سطح المنزل، وكانت الأصوات أصوات عربية وتتكلم نيابة عن الجيوش العربية. فلبينا النداء وذهبنا إلى الشاطئ، ركبنا في البواخر، بواخر بضائع مش بواخر ركاب، ليس فيها لا سرير ولا فيها مطعم، هي شحن، بواخر شحن. ونظرت إلى وجه أبي، كان مكتئبا، أمي كانت ماسكة نفسها، أبي كان مكتئب، كان طبعا هو في التسعينات في عمره في ذلك الوقت، وقال لي: شايف ما حصل بنا؟ قلت: شو اللي حصل؟ قال لي: شفت شو عملوا فينا؟ خسرنا كل شيء. قلت له: لا، هذه بداية، اسمح لي أن أنتقم لك بأن أحقق انتصارا على عدوي، وأن أثبت للعالم أننا أفضل منه. أنا سأتخذ هذا الطريق وهذا الهدف رسالة لي، أن أتفوق على عدوي وليس أن أحاربه، مع أن كل محارب وكل مناضل وكل فدائي هو أشرف مني وأعظم مني، ولكنني اخترت أن أخوض مسيرة الإبداع والتفوق لأثبت عظمة هذا الشعب العظيم. عظيم. طيب كم مرة عدت وزرت يافا قبل منعك من دخول فلسطين بتهمة معاداة السامية؟ إطلاقا منذ خروجي منها، لأنني أعرف تماما، أولا في فترة وجودي في لبنان حيث ألقتني الباخرة في هذا البلد العظيم الكريم، الشعب النبيل الذي استضافنا كأننا نحن أصحاب البيت وكأننا نحن اللبنانيون، فكانت يعني كانت هي بداية لحبي وغرامي لأمة العربية، ممثلة خصوصا في جنوب لبنان حيث ألقي بنا، هنالك تعلمت المحبة. عظيم. ألقي بكم هنا في جنوب لبنان، هل احتفظتم بشيء من هذا البيت في يافا؟ بيتي في يافا ما زال، ومعي هنا معلق في مدخل مكتبي مفاتيح وقفل المنزل، ما زال المنزل موجودا، ومفتاحه سلمته لي والدتي قبل وفاتها، وقالت: احتفظ بهذا المفتاح لتدخل به عندما تعود إلى يافا. طيب دكتور، طلبت، ما دمنا نتحدث عن إسرائيل وعن اليهود، طلبت يهود إسرائيل بالعودة إلى بلدانهم، فاتهمت بمعاداة السامية. برأيك هل أنت صحيح أنك معاد للسامية؟ أولا، من مليون تشويه استعمله العدو، وأنا ما عندما أتكلم عن العدو ليس عندي عدو إلا الصهيوني،
أنا بالدنيا كلها ما عندي أعداء إلا الصهيونية. هذا العدو شوه كل شيء. أحن الساميون، نحن أصول السامية. هذا أولا. ثانيا، أنا كنت في هذا الموضوع على مقابلة تلفزيونية وسألتني المحاورة: أليس هنالك من حل قضية فلسطين؟ قلت طبعا، وهذا موجود على موقعنا التسجيل، قلت طبعا سهل الحل وأنا مستعد أن أطبقه. قالت: ما هو؟ قلت: نحن والعدو الصهيوني متفقون على حق العودة. أصلا في بلد العدو في الاحتلال ليس هنالك دستور، هنالك قانون اسمه قانون العودة لليهود ليعودوا إلى فلسطين، وكذلك نحن الفلسطينيون. فالحل يا سيدتي أن كل يهودي يعود إلى بلده، وكل فلسطيني يرجع إلى بلده، وكل يهودي موجود في فلسطين الآن يحمل جنسية بلده الأصلي ولا يحتاج لأن أحصل له على فيزا، ولا يحتاج إلا أن أضعه على باك طائرة أو باخرة معزز مكرم، وأنا مستعد أن أمول حملة عودة كل فلسطيني إلى بلده. هذا ما قلته. هل هذا فيه معاداة للسامية؟ أن أطلب لكل لاجئ أن يعود إلى بلده؟ أنا أريد أن أعيد هؤلاء اللاجئين اليهود الذين غرر بهم وكذب عليهم وادعي أنهم في هذا البلد بلد خالي من السكان ويحتاج إلى سكان، نريد أن نساعدهم بأن يرجعوا إلى بلادهم ومعهم جوازاتهم الأصلية بمعززين مكرمين. اعتبر هذا معاداة للسامية. من هنا، هل تتوقع، ما دمت تتحدث عن عودة اللاجئين اليهود إلى بلدانهم، انطلاقا من هنا هل تتوقع نهاية إسرائيل كدولة؟ أنا لا أتكلم عن نهاية، أنا أتكلم عن قرارات الأمم المتحدة نفسها واتفاقيات الأمم المتحدة. ما هو موجود حاليا بتعريف الأمم المتحدة هو احتلال، وموجود سلطة احتلال، وكل احتلال في الدنيا ينتهي. ليس هنالك احتلال في التاريخ إلا وصل إلى نهايته. أنا كل ما أتوقعه وكل ما أطلبه أن ينتهي هذا الاحتلال، ومن يريد أن يبقى من اليهود ضيفا عندنا أهلا وسهلا به. سأنتقل بك من الأم الأرض إلى الأم الحقيقية. تتحدث دائما إما في الكتب التي تروي سيرتك أو حتى في المقابلات لك، تتحدث بلغة خاصة جدا عن أمك، عن الوالدة السيدة أديبة. برأيك كم أم في العالم تشبه السيدة أديبة؟ أنا أعتقد أن كل أم تشبه والدتي، لأن كل أم تخلق لتكون أم تشعر بنفس الأمومة والمحبة التي كانت تشعر بها والدتي. العيب فينا نحن الأبناء الذين لا ندرك أهمية هذا الحب وأهمية هذا العطف وأهمية هذا الرضا. أنا أقول كل يوم عندما أحقق أي نجاح: شكرا لك والدي، شكرا لك والدتي، أنا نجحت بفضل رضاكم علي. رضا الوالدين حقيقة أؤمن بها، ولذلك أقول أن كل أم الدنيا هي مصدر رضا ومصدر نجاح. ولا أذكر أجمل من جملة: الله يرضى عليك يا طلال. دكتور، والدك فلسطيني كما نعلم والأم سورية، لماذا لم تلجأ كعائلة إلى سوريا حيث عائلة الوالدة بدل معاناة شظف العيش في لبنان؟ إذا أمرت وأنا أجلك كثيرا، لم نعاني شظف العيش في لبنان، استمتعنا بكرم ونعمة ومحبة لبنان. أنا تعلمت في لبنان إلى أن تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان كل ذلك مجانا، لم أدفع قرص واحد لأنه ما كانش معي قرص أصلا، ولكنني كنت مضطرا أن أكون الأول في كل صفوفي الدراسية منذ 10 سنوات إلى التخرج، منذ كان عمري 10 سنين، كل سنة أنا لازم أكون الأول بالصف مشان أخذ منها. وبالتالي هذا البلد أمن لي هذه الظروف وجعلني أن سعيد أن قدري ألقاني في لبنان. أمي سورية وقلبي سوري وأحب الشام،
وأحب كل بلد عربي، وأنا أؤمن بهذه الأمة العربية العظيمة. ودائما وأنا لسه كاتب مقال الأسبوع الماضي بلاد العرب أوطاني، أنا وطني الأمة العربية كلها، ولكن قدري جاء بأن الباخرة ألقتني في لبنان والحمد لله على ذلك. تحدثت عن شظف العيش لأن حياتك في البدء يعني طبعا لم تكن ميسرة ولا ميسورة، وتحدثت الآن أنك كنت مرغما على أن تكون الأول في الجامعة لتتمكن من أن تكون هناك منحة. طيب ذاك الصبي أو نعم سيدي، أنا هذا نقطتي أريد أن أركز عليها، أن تكون مضطرا أن تكون الأول هذه نعمة، وأنا حياتي كلها بنيت على شيء أسميه نعمة المعاناة، أن أعاني وأن أسير إلى مدرستي. كنت في قرية اسمها الغازية، هي قلبي وروحي، كنت أسير على قدمي ساعتين ذهاب وساعتين عودة في المطر في كل أنواع الطقس لأذهب إلى المدرسة. الحمد لله هذا أعطاني صحة. أنا اليوم بقول لك الدكتور لازم تمشي مرتين بالأسبوع، طب أنا كل يوم بمشي 4 ساعات، فأنا خزنت صحة. ولذلك وأنا الحمد لله أقول وأنا في عمري هذا أن أحد نعم الله علي أن أجبرني أن أعاني، أجبرني أن أحافظ على صحتي، أجبرني أن أتفوق. طيب ذاك الصبي المعاني ثم ذاك الشاب المعاني، ماذا بقي منهما اليوم؟ أنا ما زلت في بداية مسيرتي. أنا دائما أقول أنني لم أحقق شيء حتى الآن، لم أحقق. أنا كل ما أقول دائما أن الإنسان الذي أعتبره حيا هو الذي يخطط لبكرة، ليس فقط عمره ما له قيمة، ليس ما يعمله في حياته اليومية مش مهم، من يخطط لعمله بعد غد وبعد غد. وأنا بالمناسبة أنا في هذه المرحلة السنة في بداية السنة نحن نكتب، أنا أشرف على إعداد استراتيجيتنا حتى عام 2050. طبعا أنا أتوقع أن أتوفى الليلة وأنا قابل بذلك، أنا كثير إنسان الله. أنا كثير إن شاء الله المدين الله يبارك فيك، ولكن أنا ما عندي أبدا تخوف من الموت، إنما أقول أنني في هذا الوضع أقول أنني أريد أن أبني لهذه المؤسسة مستقبلها وأخطط له حتى عام 2050. الآن أضع خطتنا لعام 2050 ليكملها من يكملها. وأنا دائما أقول وأكرر أن الشاب هو من يخطط لما سيعمله غدا. طيب تحدثت عن الأحلام، ما هو حلمك اليوم الذي تشعر أنك لم تحققه بعد والذي تريد وترغب في أن تحققه؟ طب أنا راح احتراما لهذا البرنامج واحتراما لك سأعلن شيء لم أعلنه قبل الغياب. أنا اليوم بحكم كوني من أحد صناع معرفة المعرفة، ثورة المعرفة في العالم، أنا أول درس كمبيوتر أخذته بحياتي كان سنة 65، ولا أظن أنه أحد من مستمعيني كان يوم مولود. كانت أول من دخل في تصنيع أدوات المعرفة كان IBM، شركة IBM، وكان البرنامج في قرية خارج لندن، برنامج تدريبي وتعريفي بما هي بداية الكمبيوتر، وكان اسمها داتا بروسيسر. هذه الداتا بروسيسر يا سيدي التي حضرتها، كنت موظفا في إحدى الشركات وطلبت أن أحضر هذا البرنامج، قالوا هذا برنامج دخلك فيه أنت محاسب مدقق حسابات، اتكل على الله ما راح نبعثك. فرهنت ساعتي التي كنت قد فزت بها في جائزة في المدرسة، رهنت ساعتي لأقدر أن أسافر إلى هذا البرنامج. رأيت ما هو المستقبل وعرفت أن العالم مقبل على ثورة جديدة أهم من الثورة الصناعية وأهم من الثورة الزراعية، لأنها ستغير كل شيء في حياة الإنسان.
الآن أنا بما أنني نتاج التعلم، وأنا أؤمن بأن التعلم هو كل شيء، التعلم التعلم التعلم. الآن أنا أرسم وسأطلق قبل نهاية هذا العام أول إنسايكلوبيديا عالمية للتعلم الرقمي، لتتيح لكل إنسان في القرى الأرضية أن يتخرج بشهادات جامعية معترف بها، وأن يحصل على كل المهارات التي يريدها رقميا من مكانه، دون الحاجة لأن يسير 4 ساعات إلى المدرسة، ولا أن يدفع عشرات آلاف الدنانير أو الدولارات ليدفع رسوم. يستطيع أن يتعلم على الإنترنت، ويتخرج على الإنترنت، ويستلم شهادته على الإنترنت. هذا التي أنا وضعت سياستها في الأمم المتحدة، ولي شرف ذلك عندما تأسس فريق الأمم المتحدة UNICT Task Force، عندما تشكل وانتخبت رئيسا لهذا الفريق. بالمناسبة كان هذا الفريق مكلفا بوضع سياسة العالم للإنترنت والاتصالات الرقمية، وطلب مني أن أرأس الفريق، وكان شرفا كبيرا. يومها قيل لي مبروك. أريد أن أعود إلى ما ذكرته عن الأنسيكلوبيديا، وأنا فهمت وكأن جامعة، أليست أنه هي جامعة لكنها جامعة من بعد؟ أنا أقول ما يزعل مني الجامعات والمدارس، نحن على عتبة نهاية التعليم المدرسي والجامعي. هذه الجامعات ذات الغابات من ما يسموه كامبس، أو ربوع الجامعة، وهذه المباني لا لزوم لها في عصر المعرفة. لأن أنا ألقيت محاضرة بهارفارد، قلت لأساتذة وطلبة هارفارد أجيدكم وأنتم الجامعة الأمثل في العالم، أعطوني أستاذا عندكم لديه معلومة لا يعرفها الطالب من خلال تواصله على الإنترنت. في محيط المعرفة كل معرفة الدنيا موجودة، أنا لا أحتاج لأستاذ ليحفظني. تعليمنا الحالي سيدي هو تعليم الكتاب، ما زلنا ندرس بالكتاب، وأنا تخرجت من الكتاب اللي هو أستاذ وتلميذ وكتاب وحفظ وامتحان، هذا الكتاب بس. أنا بدك أشوف أفحصك كم حفظت من ما حفظتك إياه. هذا لم يعد واردا في عصر المعرفة. محيط المعرفة اللي هو الفضاء الإنترنت موجود فيه كل المعلومات. ليش أحفظ ما هو أطول نهر؟ لماذا أعرف ما هو ارتفاع أعلى جبل؟ ما هي كلها بكبسة أصبع بطلع هالمعلومات. ما يجب أن أبحث عنه كيف أبتكر، كيف أبدع، كيف أخترع. وبالمناسبة مدام نحن اليوم نتكلم مع قائد إعلامي جنابك، أنا الآن التقرير اللي شاغل فكر الدنيا كلها هو التقرير الذي قدم عن شركات التكنولوجيا التي أصبحت بقيمتها التريليونات، أي آلاف المليارات. كيف أصبحت كذلك؟ أصبحت لأن قانون إنشائها وهو أمريكي أعفاها من الضرائب. وأنا كنت رئيس في الأمم المتحدة في أحدى صفاتي، طالبت بمحاسبة الشركات هذه على أرباحها. يعني شركة بخلال 5 سنين بتصير قيمتها تريليون، واحد طفل مثل زوكربيرغ بيلغي حساب رئيس جمهورية أمريكا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعيد حسابه، يعني يحكم على لأن الدستور الأمريكي يقول أن هذه شركات موجودة في الفضاء ولا تعمل في الدنيا الوضعية التي نحن نعيش فيها، واللي هي أنت اليوم تطلق مدرسة جديدة من خلال VR
الفيرتشوال رياليتي التي نحن نتحدث عبره، أن هنالك فضاء آخر ليس فيه حدود، ليس فيه دولة لها سلطة، ليس فيه محكمة تشتكي لها، ليس فيها دائرة ضرائب. فلذلك هذه الشركات استطاعت أن تكون هذه الثروات. نعم، إلا أن يعدل هذا القانون الظالم، يجب أن تخضع كل شركات الدنيا للضريبة، ويجب أن يكون هنالك نظام للشركات حتى هذه التي في الفضاء، شركات التكنولوجيا. إلى أن يتم ذلك أقول أنا وأنادي بأن علينا أن نفرض ضرائب. عظيم. انطلاقا من هنا أريد أن أدخل إلى الوضع، إلى الوضع في العالم العربي، يعني الوضع التكنولوجي وكل هذا التحول، إلى أي حد تعتبر أن العرب أو العالم العربي في الوضع الذي يتخبط فيه يستطيع أن يواكب هذه الثورة التي تحصل على مستوى العالم؟ أنا دائما أقول أنني لا يكفيني أن أواكب، أنا أريد أن أعود لقيادة العالم. الأمة العربية هذه قادت العالم 3 قرون، 300 سنة. ما في إمبراطورية في العالم عاشت 300 سنة غيرنا. ونحن العرب الذين أنشأنا أسس جميع العلوم والثقافات والأدب. إن من يحطم معنوياتنا بما هو موجود أقول له إذا هذه الأمة أمة لا فائدة منها وفاشلة ومنتهية ولا قيمة لها، لماذا تتصارع عليها كل قوى الدنيا؟ ليس فقط كل دول الدنيا، كل شركات الدنيا، كل بشر الدنيا يتنافسون على هذه المنطقة، لأنهم يعرفون أن هذه الأمة هي أمة عظيمة شاءت لها الظروف أن تنهار كما انهارت كل الإمبراطوريات. ما في إمبراطورية استمرت، كما يقول الحديث لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فبالتالي نحن أمة، نحن اخترعنا رقم 0، وعندما اخترعناه قال الأوروبيون هؤلاء ناس جهلة العرب، كيف يعني بدهم يعتبروا 0 رقم؟ 0 هي لا شيء، كيف تحسبها رقم؟ واحتقروا رأينا، وجاءت الإنترنت لتخترع بواسطة رقم 0 الذي نحن أساسه. بكلمة أخرى نحن أساس ثورة المعرفة، ونحن استطعنا، وأنا أتكلم بتواضع وفي حجمنا الصغير القليل، استطعنا أن نخلق شركة أكبر وأول شركة تقود العالم، العالم مش المنطقة العربية. أنا طموحي مش أن أقود وطني فقط، أنا أريد وطني أن يقود العالم، ونحن أكبر ورائد قيادة الملكية الفكرية التي هي أساس الثروة وحفظ الثروة وحماية الثروة على مستوى العالم. طب تحدثت كثيرا أو تتحدث دائما عن الأمة العربية في ظل هذا الوضع الذي نتخبط فيه جميعا، هل ما زال يمكن الرهان على العودة إلى القومية العربية كطوق نجاة لنا؟ أنا أوشكت أن أطرد من الجامعة الأمريكية بسبب القومية العربية، وأنا كمان أصرح علنا بأنني كنت في حركة القوميين العرب وفي قيادتها في الجامعة الأمريكية في لبنان، وفي حفل وفي مناسبة الوحدة بين سوريا ومصر، عيد الوحدة الأول، قررت أن أقود مظاهرة تأييدا للوحدة السورية المصرية تنطلق من بيروت إلى دمشق، وقمت بذلك. وقصة طويلة، إنما بنهايتها أن الجامعة أصدرت قرارا من ضدي بمنعي من أي نشاط في الجامعة ومن الترشح لأي منصب ولأي ظهور في تجمع موجود، أو أطرد من الجامعة. هذا كان منذ البداية، ومنذ ولادتي أنا قومي عربي ولن أموت إلا قومي عربي. بالنسبة إلي دمشق
هي كالرياض، والرياض هي كصنعاء، وصنعاء هي كالجزائر. كل بلد عربي هو بلدي، وكل إنسان عربي هو عائلتي. هلأ بتقول لي هذا التجرذم وهذا؟ أبدا يا سيدي، عندما تأتي الحقيقة، وقد رأيناها في مباريات قطر، عندما تظهر المناسبة تجد أن كل عربي يحمل علم فلسطين الذي يمثل رمز الصراع العربي والطموح العربي والنهضة العربية. هذا 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 ما يزعمه الإعلام، وليزعم ما يشاء. نحن أمة، وأتمنى وسأرسل لك مقالتي التي أثبت فيها أن الوحدة العربية قائمة مش ستقوم، وأن هذه الشرذمة هي في أفكار من يريدنا أن نتشرذم وليس في قلوبنا. أنت عندما ترى، وأنت اللبناني البارز، عندما ترى أي عربي في الدنيا ألا تشعر بأنه عربي مثلك؟ غصب عن كل إنسان عربي، هو غصب عنه عربي، أراد أم لم يرد. سأكمل معك فيما يتعلق بدور التكنولوجيا، يعني إلى أي حد برأيك يمكن التعويل على الثورة الصناعية الرابعة لاستيعاب تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية المتعاقبة على الدول العربية؟ أنا بأحد ظهوري التقني كان لي مع بيل جيتس، وكنا في على المنصة، أنا وبيل جيتس أو بيل جيتس وأنا كنا على المنصة في حوار حول هذا السؤال. فتحاورنا ما هذا المستقبل؟ النتيجة التي وصلنا إليها بحضور الجمهور أن اختراع جديد دخل، ابتكار جديد اسمه الذكاء الاصطناعي، وهذه الـ VR التي نحن فيها الآن ونتكلم عبرها هي أحد نتاجات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيغير كل ما في الدنيا. نحن لا نتكلم عن تغيير في المصانع ولا تغيير في الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر أو التليفون أو إلى آخره. نحن نتكلم عن ثورة ستغير كل شيء في الدنيا بما فيها أجسامنا، عقولنا، قدراتنا، حياتنا إلى آخره. هذا المؤسف أننا، أنا أنادي مع الأسف، في جاني كتاب من إحدى الجامعات كان كتير مؤلم إلي، إنه الجامعة غير راضية، لا تريد إدخال برامج جديدة، لأنني طلبت تعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال مش للخريجين، للأطفال أن يتعلموا الذكاء الاصطناعي. ليس هنالك ضمن قائمتنا مادة اسمها الذكاء الاصطناعي، فنعتذر عن تعليم هذه المادة. لا يا سيدي، لما يدخل العالم شيء جديد عليك أن تتعلمه وأن تعلمه. الآن هذا العالم سيحكمه للمئة سنة القادمة ثورة الذكاء الاصطناعي التي هي ستكون قيادة التحول الرقمي والتحول المعرفي وثورة المعرفة. أريد أن أختم معك بسؤال شخصي، كما بدأنا أيضا بسؤال شخصي. بعد هذه المسيرة الطويلة، بعد هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها طلال أبو غزالي بمعزل عن الألقاب، ما هو أعز الألقاب إلى قلبه؟ أنا أعز لقب إلى قلبي، أيضا هناك عدة ألقاب، ولكن في مؤسستي أحب عندما يناديني الزملاء بالوالد أو بالمعلم. وأنا في حياتي الخاصة وفي ثقافتي الذاتية أنا أريد أن أهم لقب عندي هو أنني التلميذ الدائم. أنا تلميذ دائم، أنا أتعلم يوميا كما يدرس التلميذ، مش أقرأ، أدرس وأدرب نفسي وأعلم نفسي وأثقف نفسي وأطور نفسي من هذا المحيط الهائل من المعرفة الموجود. مش محتاج لأستاذ ولا لمدرسة، وأنا اليوم كل ما أعمل لا علاقة له بما درسته في حياتي.
كله ما له علاقة، ولكني تعلمته لنفسي واستطعت أن أدرك القدرة الذاتية على التعلم. ولذلك دائما أنادي بالتحول من التعليم إلى التعلم. ما هو مطلوب منا الآن؟ أن نوجه طلبتنا كيف يتعلمون وليس كيف نعلمهم. دكتور أبو غزالي، اسمح لي إذن أن أشكرك على هذا اللقاء، وأيضا اسمح لي نهاية أن أشكرك بأن قبلت أن تكون أول شخصية عربية تدشن المستقبل، وهذه الريادة ليست غريبة عنك، إذ لطالما كنت سباقا والأول في العلم وفي العمل. في هذه الحلقة كما لاحظت وكما لاحظ المشاهدون، لم نهرب من العالم الحقيقي إلى عالم افتراضي، بل زوجنا بين العالمين، قربنا البعيد وحولنا المسافات الفاصلة بين لبنان والأردن إلى لقاء جامع. فعلى أمل بلقاءات أخرى، تابعونا. فأنا حافظين تاريخي.